أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الإمام، عن حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقلنا أن للإمام غيبتان، غيبة صغرى بدأت من حيث استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وامتدت إلى سنة 329 للهجرة. وكان للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذه الغيبة نواب كانوا حلقة الوصل بين الإمام وشيعته، ومن ثم بدأت غيبة الإمام الكبرى التي وقعت من سنة 329 للهجرة وامتدت إلى زماننا هذا. من لديه سؤال على الغيبة فليتفضل. تفضل يا محمد. ما معنى الغيبة؟ أحسنت. معنى الغيبة هو احتجاب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عن شيعته بحيث يرونه ولا يعرفونه. ما معنى يرون الإمام الحج عجل الله فرجه ولا يعرفونه؟ أحسنت. وللجواب على هذا أسألك سؤالاً، هل تعرف قصة النبي يوسف عليه السلام؟ نعم. أحسنت. فعندما غاب النبي عليه السلام عن أهله مدة من الزمن وبقي عنهم بعيداً، وبعد ذلك التقوا به فرأوه ولم يعرفوه، وهذا هو معنى أن الإمام يغيب عنوانه ويبقى شخصه بحيث يرونه ولا يعرفونه. أحسنت، تفضل. فكذلك الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف غاب عنوانه عن شيعته وبقي شخصه، فهو معنا لكن لا نستطيع التعرف عليه.